يا مساء الورد، هعمل معاكم هير توتوريال. طبعا ده اللي بتستنوه كل مرة، على زي ما انتم شايفين كده شعر متعدد الألوان. شايفين طبعا اللمعة البيضة مزهزهة ومنورة، يعني مش محتاج ان انا اقسم لكم الشعر. بصوا كده، كل اللي انتم شايفينه من فوق ده شعر ابيض طبعا على لون الشعر الطبيعي اللي هو الاسود، وطبعا زي ما انتم شايفين نهايات الشعر لونها اصفر اورنج، يعني اللي هو لون الصدى طبعا زي ما انتوا شايفين. ده كده شكل الشعر. دلوقتي احنا هنحوله، طبعا احنا هنخصب الشيب، هنسحب لون، وبعد كده هنصبغ. يعني احنا عايزين نعمل لون ميديوم يكون متوسط، وفي نفس الوقت الاطراف دي تكون افتح، يعني يكون اللي هو كأنه عاملين اومبري، بس احنا هنستغل الاطراف الفاتحة دي في ان احنا نعمل تكنيك الاومبري على الشعر كده من غير ما نعمل اومبري، لا سحر ولا شعوذة. تعالوا بقى بينا نبدأ في الهير توتوريال، ليتس جو. طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا كل ده شيب. برضو حبيت اوري لكم الشعر من قدام. بصوا كل ده شيب، وطبعا ده لون الشعر الاصلي مع النهايات دي زي ما قلت لكم هنستغلها في ان احنا نطلع لون حلو بدل ما نعيد عليها او نصبغ الاطراف مثلا بلون تاني او كده. طيب دلوقتي اول حاجة هنبتدي هنسحب لون الشعر، ان احنا عايزين نوصله للون الاطراف، يعني هيكون اغمق شوية عشان برضو انا عايز الاطراف تكون افتح زي ما قلت لكم يكون نظام امبري. فدلوقتي قبل سحب اللون هنعمل تخصيب للشيب بالماء الاكسجيني. اول حاجة هنخصب الشيب بالماء الاكسجيني اللي هو زي ما انتم شايفين ده بيتجاب من الصيدلية رقم 10 اهو، ده بيكون شكله مش الكريمي. طيب دلوقتي هنحطه على قد الشعر، يعني اللي هو هنخلي بس اللي هو الماء الاكسجيني يوصل للشيب بس مش لكامل الشعر ولا للاطراف. وبعد كده هنبتدي نحطه على اماكن الشيب. طبعا هو الشيب لحد منتصف الراس، فاحنا هنحط عليه بس. وبعد كده بناخد الخصلة اللي بعدها ونحط على اماكن الشيب واللي بعدها كأننا بنصبغ جذور. طبعا انا شرحت لكم طريقة تخصيب الشيب دي قبل كده، بس ان انا دلوقتي هسرع بقى الفيديو عشان يعني الفيديو ما يكونش طويل عليكم. هكمل وبعد كده هقول لكم الخطوة اللي بعدها ايه. كده فاتت اول ربع ساعة، طبعا زي ما انتوا عارفين بنخليه تلت ساعة. اول ربع ساعة بنبقى ثابت على الشعر عادي لوحده كده مع نفسه، واخر 5 دقايق بنشفه بالسشوار على حرارة متوسطة ويكون كده، ما نثبتش السشوار على الشعر عشان الحركة دي غلط جدا. خلاص كده نشفنا الشعر بالسشوار زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنحضر خليط سحب اللون، بس برضو عايز اقول لكم على حاجة، هنسحب لون من غير ما نغسل الشعر، يعني الماء الاكسجيني بيفضل موجود على الشعر اثناء سحب اللون، مش بنروح نغسله ونرجع نسحب لون. طيب دلوقتي طبعا للناس اللي ما تعرفش، اكيد كلكم عارفين بس هقول لكم، بحط على كل مكيال باودر اللي هو البودرة الزرقاء بحط معاها مكيالين اكسجين 30. ماشي، هعمل الخليط وهرجع لكم تاني بالخطوات. خلاص كده حضرت خليط سحب اللون، دلوقتي هنبتدي نسحب لون. بس برضو في معلومة عايز اعرفها لكم، لما تيجوا تسحبوا لون بتسيبوا من نص سنتي لسنتي، المسافة دي اللي هي الجذور بتسيبوها، مش بتعملوها، بتعملوها اخر ربع ساعة. ليه بقى؟ لان هي بتلقط بسرعة جدا وبتبقى لونها اصفر قوي عن باقي الشعر، ده بياخد وقت عن الجذور. فدايما بنبتدي باللي هو من اول بعد نص سنتي او سنتي من الشعر، بنبتدي للاخر لنهايات الشعر او للجزء الاسود اللي احنا عايزين نفتحه. وبعد ما بنخلص الشعر كله بنبتدي من اول مرحلة اللي هي من اول نقطة اللي ابتدينا منها على الجذور. طبعا بنعمل كل الشعر بنفس الطريقة. فانا دلوقتي هسرع الفيديو وانا بسحب اللون وبعد كده هنشوف هنعمل ايه.
خلاص كده خلصت لها كل الشعر. دلوقتي بقى عايز اقول لكم، طبعا في ناس هتقولي ليه عملت الاطراف دي، انت قلت ان هي متلونة، هي كانت اطراف لونها اورنج قوي قوي يعني، مش حتى مصفر. فانا الاطراف الصفراء زي ما انتم شايفين سايبها اهي مش عاملها، لكن عملت اللي هي كان لونها اورنج قوي عشان ما يبقاش لونها رخم في لون الصبغة، او ما يدينيش اي انعكاس اورنج. بصوا كده زي ما انتم شايفين انا ما جيتش جنب الجذور اهو، بصوا السودة اهي. فدلوقتي هنعمل حركة حلوة قوي، يعني ان احنا ايه نسهل على نفسنا. طبعا الشعر كله اهو، الجذور اهي، فاحنا هنجيب من اللي هو موجود هنا وهنبتدي نعمل الجذور كده، اللي هو كأننا بنعمل مساج للشعر. هتلاقوا الجذور لقطت معاكم بكل سهولة. طبعا ليه بقى؟ لان احنا مغلبلين صاحب اللون هنا، فطبيعي لما نيجي نعمل كده هيوصل للجذور وهتتلون، لان احنا كمان مش عايزين نوصلها للاصفر الفاتح، فيدوب كده تدي لون اشقر طبيعي. دلوقتي بقى طبعا هدخل على ايه الجذور، هخلص ده وبعد كده هغسل الشعر وهرجع تاني. دلوقتي خلاص بعد تفتيح الشعر زي ما انتم شايفين الشعر صحي ومفهوش اي حاجه. طبعا درجة التفتيح دي اللي هي درجة 8.5، اللي هو زي ما انتم شايفين كده يعتبر اصفر اورنج او اصفر بيج شوية، مش اورنج قوي. الاطراف هي حابة ان هي يبقى لو لايت، يعني هي حبت ان هي تزود تفتيح هنا يبقى اللون ده، عشان ده يبقى لو لايت ما يبقاش اضاءة عالية قوي. فهنعمل برضو حركة في الاخر كده اللي هي الماني بيس، اللي هي بتدي اضاءة للون يعني بشكل عام. دلوقتي بقى انا هعمل معاكم اللي هي الماني بيس وهوري لكم خطوة خطوة، بس هسرع الفيديو. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده كده الشعر كله راجع لورا، احنا هنعمل اللي هو الدايموند اللي هو من هنا اللي هو 8، هنعملها بالشكل ده كده. ومن الناحية التانية زيها اللي هو هقول لكم برضو بالظبط لحد من يعني من فين لفين. بيكون اللي هو عند نهاية الحاجب لنهاية الحاجب اهو كده، لنهاية الحاجب ده تمام. وبيكون شكلها اللي هي 8 اللي هوريها لكم دلوقتي حالا. بصوا كده 8 اهي كده وكده، هنشتغل على دي بس. بعد ما عملنا الـ8 زي ما انتم شايفين كده او الدايموند، بناخد خصلة رقيقة جدا جدا زي ما انتم شايفين. انا خدت خصلة رقيقة جدا جدا من اللي هو الشعر اللي قدامي، ولازم تكون شفافة. يعني مثلا لو انا حطيت المشط كده انا هشوف علامة المشط من خلال الخصل، اللي هي بتكون طبقة رقيقة جدا اهو. بصوا وبعد كده هنبتدي نعمل ايه بقى، نجيب ورقة الفويل طبعا بنتنيها من هنا وبنحطها ايه كده، نبتدي نصبغها. هناخد تاني خصلة زيها بنفس الطريقة وتالت خصلة زيها بنفس الطريقة. فأنا هسرع دلوقتي الفيديو وبعد كده هقول لكم في الطبقات الأخيرة هنعمل إيه، عشان هيكون تكنيك مختلف شوية. كده احنا عملنا اول 3 خصل، دي كده 1 2 3 عادي، خصل رقيقة جدا وبتتنح. الجزء بقى الباقي برضو بتبقى خصل رقيقة
زي ما انتوا شايفين كده. بس بنعمل ايه؟ اللي هو حركة اللي هو الكرباج طبعا عشان تندمج مع باقي الشعر ما يلطش او يحصل لونه ولون. بس بنسبة 25% بنرفع الشعر لفوق. نبتدي نصبغ الحصبة. طبعا ما نجيبش على الكرباج، يكون الشعر اللي تحت الكرباج بس. وهقول لكم على اللي هو الشعر اللي هو المرفوع لفوق ده يتعمل ازاي. بصوا بقى، الشعر اللي هو مرفوع لفوق ده بنعمل ايه عشان يندمج مع الخصل؟ بناخد من الصبغة كده ونعمل كده لفوق، نرفع الفرشة لفوق كده اهو كده بس، ونقفل الخصلة على كده. واللي بعدها واللي بعدها لحد ما نخلص الدايموند اللي هي التمانية كلها برضو هنكربج. هسرع الفيديو وبعد كده هسيبه بقى لحد ما يديني درجة الخصل اللي أنا عايزها، وبعد كده هغسله. بصوا كده خلاص الشعر اتغسل، غسلت اللي هو المنطقة بتاعة الماني بيس اللي هم الخصلتين اللي بيكونوا كده، وطبعا لميتهم لوحدهم عشان انا مش عايز ان هي تتسبخ في الاول، عشان عايزها تكون افتح من باقي الشعر. وعشان كده انا هسيبها هيبقى بنفس خليط الصبغة لكن اخر 10 دقايق هصبغها. وممكن اعمل برضو كده في الاطراف اللي هي الاطراف اللي افتح من باقي الشعر. طيب دلوقتي خليط الصبغات هيكون معانا، اول صبغة هتبقى 8.0 او 8N اللي هي 8 ناتشرال، ده اسمه اشقر فاتح طبيعي، دي هاخد منها عبوة كاملة. وتاني لون هيكون معانا اللي هو 6.11 او 6.11، ده بيكون منه عبوة الا ربع، يبقى عبوة 8.0 اشقر فاتح طبيعي مع عبوة الا ربع 6.11، ده اسمه أشقر رمادي غامق. حلو، فهعمل بقى الخليط وبعد كده طبعا هستخدم معاهم أكسجين 20. أكسجين بيكون ضعف الصبغة، يعني لو كمية الصبغات مثلا 200 مللي بحط 400 مللي أكسجين، ولو هو 150 مللي بحط 300 مللي أكسجين. هعمل الخليط وهرجع أطبق الصبغة على الشعر، بس هسرع الفيديو. خلاص كده دي اخر خصلة انا بعملها في الشعر، وطبعا اللي هي دي هعملها يعني بعد ما يفوت مثلا 30 دقيقة او 40 دقيقة، لان انا هسيب الصبغة حوالي 45 دقيقة لان احنا في الشتاء، وفي الصيف طبعا بتقعد من 30 ل 35 دقيقة. فاخر 10 دقايق او 10 دقايق ايوة هقوم حاطط الخليط ده، هدمج الماني بيس اللي هي الخصلة اللي هي القصة، هدمجها بباقي الشعر تاخد اللون، بس ان هي تكون افتح من لون الشعر نفسه، فطبعا عشان تدي اضاءة حلوة بس. فانا دلوقتي كده يعتبر خلصت توزيع الصبغة على الشعر، هقعده 45 دقيقة واخر 10 دقايق هعمل الخصلة وهغسله، بعد كده هرجع لكم باللوك واللون النهائي.
وكده بعد ما خلصنا زي ما انتوا شايفين مشروم بلوند حلو جدا جدا. طبعا الاطراف زي ما انتوا شايفين لونها حلو قوي برضو. طبعا هي واخده لو لايت، ومن فوق المشروم بلوند زي ما انتوا شايفين شكله حلو قوي قوي قوي. طبعا الشيب اتغطى، مفيش اي شيب خالص. بصوا الشعر حلو قوي، واخد تدريجة جميلة جدا، من فوق اغمق شوية المشروم بلوند مع الاطراف، هي لونها على بيج ذهبي حلو قوي وشيك، ومدي اضاءة للون تحفة، شكله حلو جدا ومرن وطري جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا، وطبعا عايز اعرف رأيكم في الكومنتس، يعني لو عجبكم اللون واستفدتوا منه ولا لأ. بصراحة انا شايفه لون روعة جدا جدا جدا. لو عجبكم بقى اللون وكل حاجة اتقدمت، ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير اكتر، وما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك وكمان الانستجرام كلهم باسم كريمز ستوديو، وكمان سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب برضو باسم كريمز ستوديو. اشوفكم في لون شعر جديد ووصفة جديدة وحلقة جديدة. سلام.